الشعب العراقي. الآن ما جرى كله ضمن الأطر الدستورية، اتبعنا الأطر الدستورية سواء في النصاب أو في المواد القانونية. كل من يشك أو يتكلم عن أنها خارج الأطر ومن يتمسك فهو واهم. لا تستطيع الآن كتلة ولا حزب ولا جهة تحيي الموتى. الآن الكتل السياسية والأحزاب والحيتان والمكونات هم بعداد الموتى، لا يستطيع أحد أن يحيي الموتى. سنبدأ بالإصلاحات القادمة ستطيل الجميع، كل مفسد وكل سارق وكل حيتان لا وكل فاشل لا يمكن البقاء في منصبه. لا نبقي فقط تشكيل حكومة وزراء، وإنما الإصلاح